بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله يكون عام سعيد عليكم. دي اول محاضرة ليا معاكم، يا رب ان شاء الله تكونوا مستوعبين وفاهمين اللي هقدر اقوله بإذن الله تعالى. ان شاء الله المحاضرة بتاعتنا يا دكاترة النهاردة عبارة عن البالب ثيرابي ان بيدياتريك دينستري، او ليها تايتل تاني مانجمنت اوف ديب كيريس ليجن ان تشيلدرن. واذا وقفنا شويه عند التايتل، معنى بيدياتريك دينستري او تشيلدرن معناه انكلود حاجتين، انكلود ان انا عندي ازاي بتعامل مع ديب كيريز في برايمري تيس انتيرور او بوستيرور، وكمان اليونج بيرمننت تيس. اوكي، وده دكاترة هيبقى جزء مهم جدا 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 للعملي في شغلكم ان شاء الله في السكاشن او في عيادتكم بعد كده، فاي هوب ان انتوا تركزوا معايا. وانا اسمي اسماء علي، استاذ مساعد طب اسنان اطفال. معلش اسف على الصور، بس هو دي للاسف دي اللي انتوا هتشوفوها ان شاء الله في عياداتكم او في السكاشن. المناظر دي ازاي هتقدروا تتعاملوا معاها في حالات الكيريز ليجن، في حالات الابسس، في حالات الدارك توس، كل ده ازاي هنقدر نتعامل معاه. ليه يا دكاترة هنعمل بالب ثيرابي وليه مش هعمل اكستراكشن؟ اوكي، فبالتالي انا ما اعمل بالب ثيرابي هحافظ على التوث في البيشنت ماوس، فبالتالي ده معناه ان انا بعمل الام بتاعي تو مينتين الانتجريتي اند هيلث اوف تيس اند زير سبورتنج تيشوز. وليها معنى اخر ان انا بعمل بريزرفيشن للبرايمري تيس until their time of exfoliation. وفي حاجة تانية برضو ممكن بتتعرضوا عليها ليها في الأورال أو الـ MCQ، إن أنا أما حافظ على التوس هنا أبحافظ عليها act as a space maintainer للـ successors. أوكي، فبالتالي الـ best space maintainer هي الـ deciduous tooth even لما عملها pulp therapy و restoration. لكذا سبب. اول سبب ان انا لو في الانتيريور ان انا حافظ على ايثاتيك، ان انا لو ما خلعتش الانتيريتيز فبالتالي يبقى مش هيبقى في عندي سبيتش بروبلم او هقللها. التانج ما لو عملت اكستراكشن الابر او اللور التانج مش هيطلع ويعمل لي تانج هابت زي التانج ثراست. وكمان اهم حاجه سايكولوجيكال افكت، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان انا بحافظ على انتيريتيز ان انا امنع اللوس بتاعها. طيب بالنسبة لو البوستيرو حافظت على البوستيرو تيس فهقول انها بتساعد لي على الماستيكيشن، بتساعد لي الفانكشن هي الماستيكيشن، بتساعد لي ان انا بحافظ على الارش لينس يا دكاترة. كويس، ما يحصل ليش ميزيال شيفت مثلا من السكس، نفرض سي مثلا ان انا الاي دوت عامل لي دي ميزيو ديستال دايمنشن وتحتيه اهو الفايف بيحافظ على ميزيو ديستال دايمنشن بتاعه، فبالتالي بيحافظ لي على الارش لينس ما يقلش، لان اذا فورت ده حصل اكستراكشن بريماتيورلي وما ركبناش مثلا سبيس مينتينر، ابص الاقي السكس ده هيطلع لي بميزيال شيفت. اوكي، بريزيرف البالبالي انفولفد توث ان ذا ابسنس اوف سكسيدينيس. حاله مثلا ثانيه اهي، انا ما عنديش سكسيسور. اوكي، انا عندي ده السي، عندي الدي، عندي الدي، ما عنديش السكسسور بتاعها. اوكي، فانا بحاول اعملها بريزرفيشن ان انا احشيل اعملها بالب ثيرابي. اوكي، واحافظ عليها عشان تو دو اتس فانكشن. اوكي، مينتين النورمال ايربشن بتاع
وكمان بحافظ ان الديس انها يحصل انها تو ان يحصل لها اكسفليشن ان اتس تايم. دلوقتي من الحاجات المهمه جدا 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 ان انا امتى اعمل بالب ثيرابي فيرسس الاكستراكشن. يعني انا جايه لي توس مثلا، الحاجات اللي احنا شفناها قبل كده، امتى اقول دي هتبقى اكستراكشن وامتى دي لا دي ان شاء الله هيتعمل لها بالب ثيرابي وان شاء الله يكون السكسس ريت بتاعه يكون عالي. في عندي كذا فاكتور بنتكلم عليهم، تمام. البيرنت اول حاجه، البيرنت اتيتيود توورد الدنتال هيلث ميديكال كونديشن بتاعت البيشنت، اوفر اول اسسمنت للماوس، اسسمنت اوف الانديفيدوال توث. يبقى دلوقتي البيرنت اتيتيود ان انا بالنسبه للبيرنت يا دكاتره، دي حاجه للاسف في بعض الثقافات منتشره ما بين بعض الناس ان دي برايمري توث وهنخلعها خلاص، فملوش لازمه ان احنا نحشي ونتعب فيها والكلام ده ونكلف. فمهم تحضر او الميديكال كونديشن، الطفل ده حالته الصحيه ايه، تسمح انهي احسن له، ان انا بالب ثيرابي ولا الاكستراكشن من ناحيه الميديكال كونديشن. تاني حاجه ببص للماوس كله از هول، اوكي التوز دي انا محتاجاها ولا مش محتاجاها، وبعد كده بمسك بشوف التوز نفسها. يبقى كده البيرنت اتيتيود ميديكال كونديشن اوفرول اسسمنت للماوس كله اسسمنت للانديفيدوال توز. اول حاجه البيرنت اتيتيود يا دكاتره، زي ما قلت لكم ان في ثقافه شائعه ان البيرنت بيبقى يقول ايه نخلع البرايمري توث وتتعوض بالبيرمننت ومش ازمه، دي هتلاقيها كتير جدا، اوكي. فانت حضرتك ترد عليه ايه ازاي؟ انت حضرتك ترد عليه بالسلايدز ديت، اوكي، اللي احنا قلنا عليها ليه اهميه ان انا احافظ على الديسيدوس توث. ومهمه حضرتك ان انت تغير فكر الاب والام تجاه البيدياتريك دينستري. طيب بالنسبه للميديكال كونديشن، يا ترى اخلع ولا يا ترى اعمل بالب ثيرابي؟ ده بناء على الميديكال كونديشن. انا دلوقتي لو عندي الولد ده عنده تندنسي الهيموريدج، عندي مشكله مثلا زي لا قدر الله عنده هيموفيليا، فبالتالي دي الاحسن ان انا اعمل بالب ثيرابي، تمام. طيب واذا كان عندي الولد ده عنده مشكله خايف ان يحصل انفكشن، اوكي، فبالتالي انا اخاف من الانفكشن، يعني زي حالات الهارت ديزيز ان كان كونجنتال ولا اكواير، بتحصل لي بكتيريميا وانفكتيف اندوكاردايتس. طيب في حالات النيفرايتس واللوكيميا والسوليد تيومرز وان كنترول دايابيتس واديوباثيك اند سايكليك نيتروبينيا، في الحاله دي الاكستراكشن طبعا افضل، ولازم اتبع في الحالتين السبيسيفيك ريجيمين فور الديزيز اللي الولد بيعاني منه. طيب الاوفرول اسسمنت بقى بتاع الماوس، ان انا دلوقتي بقى دايما قبل ما اقرر اي حاجه، اما يجي لي الولد او البنت اول حاجه بعملها له اكس راي. من الحاجات اللي انا بشوف فيها الدنتال ايج. يعني ايه الدنتال ايج؟ يعني بشوف ان التوث دي اباوت ان يحصل لها اكسفوليشن امتى، فبالتالي انا زي ما قلت هحافظ على التوس ولا خلاص ملوش لازمه اعمل اكستراكشن. يعني مثلا انا جايبالك اهو اتنين عكس بعض، انا عندي هنا ده الفايف، ده الفايف ودوت الاي وده السكس، وادي الاي تحتيه السكسسور بتاعه اللي هو الفايف، تمام يا دكاتره. زي ما احنا شايفين كده انا عندي الكراون متكون والروتس تقريبا تلات ارباع روتس، فمش مشكله لو ده كيريس بتاع هيحصل اكستراكشن، فمفيش يعني مش هيحصل مشكله لا سبيس لوس او حاجه. البري مولرز ان شاء الله ان جود بوزيشن وهتطلع في مكانها باذن الله as soon as possible خلاص. طب تعالي نشوف هنا الولد ده، الولد دوت عنده تقريبا السكس لسه الكراون اونلي بيتكون، الاي الروتس بتاعته حلوه قوي وكاريس، تمام. فبالتالي طبعا في الحاله دي لازم احافظ على الاي، اوكي، واكت
ويفضل محافظ على مكانه as a space maintainer. دوس احافظ عليه as a space maintainer لحد ما السكس يطلع طبيعي جدا ويحصل ودوت يحصل اكسفليشن في التايم بتاعه. تمام يا دكاتره؟ طيب سنه دلوقتي جات لي يا دكاتره كاريوس وعندي crowded arch والحاله دي بلاند فور سيريال اكستراكشن، يبقى بالتالي اوكي اي ويل اكستراكت. طيب انا عندي دلوقتي لو عندي congenital missing successors احافظ عليها ولا اخلعها؟ لو لقيت لها ان جود، لو لقيت لها ان جود بوزيشن اوكي اقدر اعمل لها فيلينج روت كانال فيلينج واعمل لها واحط لها ستانلس ستيل كراون وخلاص على كده وتقعد معايا. البريدونتال ستراكشر يا دكاتره اذا كانت التوث جات لي الموبيليتي بتاعتها عاليه خلاص وات ايفر بقى السبب بريدونتال روت ريزوربشن وات ايفر ايه السبب فبالتالي برضو اكشولي اي ويل اكستراكت. يبقى انا دلوقتي قلت الفور فاكتورز افكتنج الاكستراكشن فيرسس البالب ثيرابي. يبقى اول حاجه قلنا بالنسبه للبالب ثيرابي انا بعمله في ايه في انهي كيس. تاني نقطه انا بعمله ليه، وبعد كده انا اعمل بالب ثيرابي ولا اكستراكشن. الكلاسيفيكيشن بقى بتاعه البالب ثيرابي وقلنا دول انكلود ما بين قوسين برايمري اند بيرمانتيز. عندي فايتال التوز حسب يا اما فايتال او نون فايتال، ودي ليها تريتمنت مختلفة على حسب الحالة جاية لي الكيرز واصل لحد فين اوكي او نون فايتال برضو على حسب انا الحالة وهعمل لها ايه. نوع البالب ثيرابي يا دكاترة اللي انا بحدده دوت في حاجتين مهمين بيتحكموا فيه. اول حاجة طبعا الدايجنوزيس دي ما فيهاش نقاش. تاني حاجة خاصة بالبيدياتريك دينستري اللي هو الستيج اوف التوث ديفلوبمنت يا دكاترة اوكي. اول حاجة هنمسك الدايجنوزيس. انا دلوقتي الدايجنوزيس الطبيعي اللي انتوا بتعملوه في العيادة ومعاكوا شيت تاخدوا هيستوري تاخدوا اعملوا كلينيكال اكزامينيشن فايتاليتي تيست راديوجرافيك اكزامينيشن. تمام مفيش حاجه جديده فيه خالص، في حاجات بس تخص البالب ثيرابي. اول حاجه الهيستوري اوف بين ان انا لازم أنا اشوف احنا عارفين طبعا ان انا عندي نوعين من البين اوكي عندي بروفوكت وان بروفوكت او ستيميوليت نتيجه لسبب او وجع طول الوقت من غير سبب اوكي. في حاجه مهمه قوي ان الهيستوري اوف بين ده في نقطه مهمه قوي هنكررها كتير معانا ان الهيستوري اوف بين either presence or absence of pain is not reliable in the differential diagnosis of the condition بتاع exposed primary pulp as it is in primary impairments. يعني دلوقتي هو الهيستوري اوف بين مهم جدا بس المشكله ان احنا بنتعامل مع اطفال صغيره في الغالب انت مش هتقدر تاخد داتا محترمة تعبر عن الحالة اللي بيمر بيها الولد. مش هنقدر ناخد كونفيرم الداتا، لكن احنا لازم ناخد الهيستوريين لازم اسجله عندي عشان هيبقى برضو ليه بوينت عندنا. بالنسبه للبين يا دكاتره عندي نوعين من البين ايذر يا اما ستيميوليتد او بروفوكت بين او ان ستيميوليتد. احنا طبعا عارفين من قبل كده ان معنى بروفوكت معناه ان في سبب اذا ان كان هوت او كولد او سويتس او اي اريتنت للبلب اوكي. معنى طول ما في الاريتيشن ده موجود في بين، اول ما هو اشيل مصدر البين ده البين بيختفي. تمام ده معناه ايه يا دكاتره؟ معناه ان حاله البلب ان في عندي انفلاميشن لكنه ريفرسبل انفلاميشن. تمام يعني لو في مثلا كيرز شلته تمام وعملت سيل حلو قوي خلاص يبقى اتس اوكي okay.
طيب بالنسبة بقى للسبونتينيوس بين، البين اللي هو شغال على طول من غير سبب، ده معناها ان انا عندي irreversible pulp damage. اوكي، وللأسف الشديد ممكن يخلي الطفل ما ينامش الا بالمسكنات، او ما لازم اساسي فيه المسكنات، ما بيرتاحش الا بيه. اوكي، معناها ان انا عندي irreversible pulp damage. خلاص، يبقى اول حاجة الهيستوري بين، تاني حاجة انا بعمل كلينيكال يعني دلوقتي خدت الداتا منه، تاني حاجه بعمل كلينيكال اكزامينشن، بشوف ايه، بعمل بشوف بعيني فيجوال اند تاكتايل اكزامينشن، بستخدم عينيا وبستخدم ايدي بالجلافز، لسه ما دخلتش اي انسترومنت يا دكاتره، وده ماشي مع التشايلد هاو تو مانج التشايلد. اوكي، ان انا بستخدم الاي والفينجر تو في الاكزامينيشن، بشوف 3 سيس، هما بشوف الكالر بتاع التوس، بشوف الكالر بتاع التوس والجنجفا، بشوف الكونتور بتاع الجنجفا او السالكس، وبشوف الكونسيستنسي عندي، يعني الكالر. انا عندي لو التوس دي دارك كالر، تمام، معناها عندي ايه؟ معناها ان موستلي بتبقى واخده تروما ونون فايتال، ان ما كانش كيرز. بالنسبة للجنجفا احيانا بلاقي يا دكاترة، الاقي ان التوس حلو قوي قوي نورمال خالص، وبص الاقي في عندي ريدنس هنا، بس لوكالايزد ريدنس فوق التوس. معنى لوكالايزد ريدنس فوق التوس معناها انها ايه؟ برضو انها نون فايتال. اوكي، الكونتور عندي انا في عندي سويلينجز ولا لا؟ معناها برضو ان انا عندي في ابسس. الكونسيستنسي ادوس عليها الاقي في عندي، ادوس عليها الاقيها هارد سويلينج ولا سوفت. اوكي يا دكاتره، البالبيشن يا دكاتره، انا بضغط البالبيشن، بضغط بالفينجر تيب بتاعي بالراحة خالص، اشوف التيشو كونسيستنسي ان كانت هارد ولا سوفت، بشوف الجنجفا من ناحية البلد الفيستيبيول، بضغط بالراحة جدا بصباعي، هشوف بقى في عندي بين، في عندي سويلينج تحت ايدي ولا لا. بالنسبة للموبيليتي في البرايمري كيس ممكن يكون لسببين، إذا لقيت موبيليتي يا إما تكون فيسيولوجيكال موبيليتي أو باثولوجيكال موبيليتي. الفيسيولوجيكال موبيليتي ده طبعا نعرف نفرق بينهم عن طريق الإكس راي يا دكاترة. الفيسيولوجيك معناها إن أنا عندي روتري زوربت بيبقى تقريبا أكتر من هاف، وابتدت عندي الموبيليتي نتيجة ان هو تندنسي انه يحصل لي اوكسفليشن وشيلينج. خلاص، بالنسبة للباثولوجيكال موبيليتي دي بتبقى عندي كيرز كتير، عندي ديب كيرز، وفي الغالب بيبقى عندي شكاوي تانية من الولد ان في عندي ريدنس، كان في previous abscess قبل كده، فبنقدر نفرق بينهم كويس ان شاء الله. طب انا دلوقتي الموبيليتي ازاي اقدر اعملها تشيك؟ طبعا انتوا عارفين التست يا دكاتره، ان انا بجيب تو هاندل بتاع الميرور الباك بتاعهم، واعمل ابلكيشن لاترال فورسز من الفيشولينجوال ان فيشولينجوال دايركشن عشان اقدر اشوف الموبيليتي بتاع دي. انا عندي الموبيليتي عندي كذا جريد،
الجريد الاواني 0 اقل من 2 ملي بوينت 2 مليمتر. البركشن وفي نقطة يا دكاترة مهمة، ان انا ما اعملش تيست الموبيليتي داوت والولد يا دكاترة ما عنده اكيوت ابسس، يعني الولد مش جاي لي حوالين اللثة وارم وهوتنس والولد سخن وعنده لينف نودز واقول له لا ده انا هشوف الموبيليتي اشوف جريد كام، طبعا هتبقى عالية ما فيهاش نقاش. احنا في حالة الاكيوت انفلاميشن بدي تريتمنت لحد ما تبقى سبسايدد، وبعد كده في السكند فيزيت اما الولد يبقى حالته كويسه اعمل تشيك للموبيلتي. تمام، لان التوز في اول مره نتيجه للفلويدز اللي حوالين من الانفلاميشن بتبقى فلويدز كتيره حوالين التوز بتبقى هايلي موبايل، ما اقدرش اخدها احكم عليها دلوقتي. تمام، بالنسبه للبركشن البين من البركشن للتوز انا طبعا بخبط بالراحه خالص بالهاندل بتاعه الباك بتاع الهاندل ميرور، بخبط بيها على التوس في باكل ولينجوال دايركشن في الباكل سايد واللينجوال سايد عشان اشوف اخباره ايه. وقبل ما اعمل بركشن للتوس دي بعمل للكونترالاترال او الادجيسنت توس. اوكي، وما بسالش الولد ده، انا بشوف حركه عينيه لان في بعض الاطفال بيتالموا وما بيقولوش، وإذا سألته هيقول لك أو بس، فأنت لا ما أنت ما تسألوش سؤال مباشر، أنت وأنت بتعمل الدايجنوزس بظهر الميرور تخبط على الأدجيسنت أو الكونترالاترال توس، وبعد كده ترجع تخبط على وبعد كده ترجع تخبط على التوس دي بالراحة كده وتشوف أخبار عن إيه. بعد كده شوف التوس دي ريستورابل أور نوت، لو طبعا نون ريستورابل أي ويل إكستراكت. في بقى حاجة مهمة جدا جدا يا دكاترة، دي بقى أثناء الشغل بتاعنا، يعني احنا دلوقتي عملنا حاجات الدايجنوزس قبل ما ابتدي اشتغل. طب انا اوريدي خلاص اديت اناسيزيا وابتديت اشيل الكيس، تمام، في حاجة كرايتيريا مهمة قوي البلب اكسبوجر والهيموريج. ايه بقى؟ ان انا السايز بتاع الاكسبوجر دلوقتي انا اوريدي وانا شغالة لقيت فيه اكسبوجر، يا ترى الاكسبوجر ده كان بين بوينت اكسبوجر ولا اكسبوجر كبير؟ لقيت وانا بشيل كده لقيت الاكسكافيتور دخل جوه البلب تشيمبر، تمام، دي تفرق طبعا لو بين بوينت اكسبوجر وانا وبتاع دوت وتروماتيك يبقى ممكن اقدر اعمل دايركت بلب كابنج، تمام، لكن لو كبير وحواليه كيرز لا طبعا دي ما فيهاش نقاش، تمام، مش هينفع فيها الكابنج. الابيرنس بتاع البالب تيشوز البليدنج اللي طالع يا دكاتره برايت ولا دارك؟ يعني مثلا دلوقتي انا عندي اكسبوجر بس طالع لي غامق جدا وفيرسال وبرفيوز بليدنج ما بيقفش نوت كنترول، يبقى الحاله دي مش هينفع برضو كابنج، او اذا كنت شغاله بالبوتومي مش هينفع بالبوتومي، هدخل للبالبكتومي، هاخد الستيب اللي بعد كده. يبقى النقط دي مهمه جدا جدا عشان الدياجنوزس عندي، لانه بيشخص لي الاماونت اوف بليدنج والكالر بتاعه بيتناسب لي مع الانفلاميشن، كل ما كان الانفلاميشن كتير كل ما اقدرش اعمل كنترول ويديني بروفيوز بليدنج وكل ما كان فيري دارك كالر. تمام، دايما يا دكاتره لما يبقى عندي ماسيف اكسبوجر معناها ان انا عندي اكسبوجر كبير، في الغالب انا في الغالب بلاقيه يا اما انفلاميشن عالي او يا اما نيكروتيك. تمام، وانا دلوقتي لو الاكسبوجر سايت يا دكاتره زي ما قلت لكم عند الاكسبوجر او اثناء وانا من الاكسبوجر سايت وانا بعمل في الكافيتي حصل اكسبوجر اوكي، او يا اما انا قررت ان الحاله قررت ان انا اعمل فيها بالبوتومي وكل ما ابص الاقي البليدنج عمال طالع لي اوزنج من الاورفيسز يبقى بالتالي انا هتحول لبالبكتومي. يعني انا دلوقتي يا دكاتره الهيموريج ده بيخليني ابقى مور انفيسيف، باخد الستيب اللي بعد كده، يعني انا لو شغاله لو اني كنت هعمل كابنج لا مش هدخل هعمل بالبوتومي، لا ده ولو كنت انا شغاله بالبوتومي
هاخد الستيب اللي بعد كده اللي هي بالبيكتوم. التوبيك اللي بعد كده يا دكاترة، من الحاجات اللي احنا بنعملها اثناء الدياجنوزز بنعمل البالب تيستينج، ولازم اخد بالي ان البالب تيستينج دوت عشان يبقى valid والداتا بتاعته اقدر تبقى احطها في الحسبان. اوكي، ان لازم ان التوس تكون mature permanent teeth. تمام. ليه بقى؟ عندي بعض الاسباب. اولا بالنسبه للديسيدوس تيس، البالب تيستينج بشكل او باخر ما يبقاش ريلايبل قوي. اوكي، اول حاجه ان الطفل ده بيبقى صغير، بيبقى عنده فير اوف انون، هو يعني اول مره يتعرض لحاجه اسمها بالب تيستينج وبيتعرضيه لنوع من الاستيمولاس، فبيبقى خايف، هيقول موجوع وخلاص. اوكي. تاني حاجه ان حاجه تخص الالكتريك بالب تيستينج بالذات، ان هو بيديني ان اكوريت ريزلت وبيديني فولس ريزلت. بالنسبه بقى لليونج بيرمانتيس يا دكاتره، بيبقى لازم نعرف ان اخر حاجه بيحصلها ماتوريشن في البالب هو الانرفيشن. تمام، فبرضه مش هيديني جود ريزلت. عشان كده نرجع ونقول ان هو بيبقى valid في حالات الماتيور بيرمننت تيس. اوكي، ومع ذلك برضو بنعمله في طبيعي كجزء من شغلك وجزء كروتين من الدياجنوزز بتاعك. واحنا عارفين عندنا طبعا 3 انواع، عندي ثيرمال وان كان سوري عندي ثيرمال ان كان كولد او هيت، او عن طريق كمان الالكتريكال. اوكي، الثيرمال الطبيعي ان انا بستخدم حاجه كولد او حاجه هوت وبحطها على التوس في الميدل سيرد، وبعمل ايزوليشن حلو قوي واشوف الطفل هيحس ولا مش هيحس ببساطه شديده جدا. اوكي، بالنسبه يا دكاتره للالكتريك بالب تيستينج، سبق وقلنا ان هو نوت ريلايبل ان برايمري تيس، بيديني بعض الاحيان فولس بيشنت ريسبونس، يعني فولس بوزيتيف، البيشنت يقول لك حاسس هو اوريدي التوس نكروتيك. التوس لو نكروتيك يا دكاتره وفيها نوع من الفلويدز زي الباس، اوكي، هيوصل لي الالكتريك كارنت للبريدونتال ليجامنت، فبالتالي هي الولد هيحس. اوكي، وده التيست عندكم اهوت، بنعمل ايزوليشن وفي الميدل ثيرد وبناخد الداتا وبنفضل نزود الكرنت ونقارنه بالكونترالاترال توس. اوكي، بالاضافه طبعا برضو ان هو نوت ريلايبل للاسباب اللي قلناها قبل كده بالنسبه للبالب تيستينج. أهمية الراديوجراف طبعا دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، إن ما ينفعش تدي أي قرار يخص أي تريتمنت لأي حاجة إلا لما تشوف الإكس راي بتاعته. أوكي، بادئ ذي بدء البري أوبرتيف راديوجراف فيري، دي من أهم الحاجات المطلوبة للبالب ثيرابي في البرايمري اند يونج بيرمانتيز. ار امبورتنت للبالب ثيرابي في يونج بيرمانتيز، يا اما باخد بيري ايبيكال او البايت وينج، بس بناخد البايت وينج عشان اعمل دايجنوزس للبيري ايبيكال. اوكي، احيانا يا دكاتره هي الاصل البري ابيكال، احيانا البايت وينج احيانا بستخدمها في يونج تشيلدرن. اوكي، وتاخد الابر واللور لو هتظهر لي الروتس. اوكي،
طب أنا دلوقتي في عندي بعض المشاكل في قراية الإكس راي بتاعة البيدياتريك دينستري difficulties، أنا بلاقي بعض الصعوبات في الانتربريتيشن بتاع الشيلدرن أكتر من الأدر. إزاي بقى؟ عندي كذا حاجة. أول حاجة الروتس بتاعة البرايمري، هنقسمها روتس برايمري روت بيرمننت والاتنين على بعض، البرايمري على البيرمننت، تمام؟ روتس البرايمري طب ايه مشكلتها؟ ان انا احب يبقى فيها فيسيولوجيك ريزوربشن، خلاص بالمنظر ده اجي اصور اكس راي الاقيها متاكله، اوكي ميبي مسليدنج انها باثولوجيك، بس هي فيسيولوجيك مش باثولوجيك، فلازم اركز في كلينيكال دايجنوزيس وفي الاكس راي نفسها بشوف السكسسور شكله ايه عشان اقدر احدد الريزوربشن المفروض ده نتيجه ليه. تاني حاجه البيرمننتيس يا دكاتره اركز فيها جدا في الاكس راي، خلاص يانج بيرمننتيس، السن دايما اللي بيجي لنا سن 7 سنين 8 سنين 9 سنين احيانا لازم اشوف اركز اوي في السكس روتس بتاعته. اذا جالي ان انا بتبقى عندي روتس incomplete root وممكن اقول انها ممكن تبقى بري ابيكال ريديلوسنس وهي طبعا لسه اوبن ابيكس، فاركز قوي. دلوقتي يا دكاترة هنتكلم عن radiographic interpretation وال difficulties in interpretation in children. هنشوف يا دكاترة، هنيجي بقى نقرأ الاكس راي radiographic interpretation. بمسك الاكس راي، اوكي بشوف الاكس راي، اوكي بشوف عندي لارج كيريس ليجن، وهنا برضو عندي لارج كيريس ليجن، اوكي بشوف اي باثولوجيكال كونديشن يا دكاتره في البلب توضح لي، تقول لي ان ده ان التوز دي نون فايتال. طب انا ايه اللي الحاجات اللي اشوفها تقول لي التوز دي نون فايتال؟ اول حاجه بريدونتال ممبرين سبيسنج، اوكي اشوف اللامينا ديورا انتربتد، ما عنديش لامينا ديورا، اوكي اشوف الفوركيشن ريديلوسنسي، دايما في البرايمري تيس بلاقيها في الفوركيشن اكتر من لكن في البيرمننت يا دكاتره بلاقيها دايما عند الايبكس، ما بلاقيهاش عند الفوركيشن. ادور كمان لو في عندي بري ايبيكال ريديلوسنسي، اشوف لو عندي باثولوجيك روت ريزوربشن وافرق بينه على قد ما اقدر بينه وبين الفسيولوجيك روت ريزوربشن، اشوف لو عندي بلب فيك اي نوع من الكالسيفيكيشن، اوكي دي كل دي الحاجات اللي تقول لي ان التوز دي نون فايتال. في حاجه كمان تانية، اما امسك الاكس راي لازم اطمن عليها، اشوف انا عندي في عندي سكسسور ولا لا تحت البرايمري روت، دي من الحاجات المهمه. اوكي نوع البلب ثيرابي يا دكاتره اللي انا بحدده دوت في حاجتين مهمين بيتحكموا فيه، اول حاجه طبعا الدايجنوزيس دي ما فيهاش نقاش، تاني حاجه خاصه بالبيدياتريك دنتري اللي هو الستيج اوف التوث ديفلوبمنت يا دكاتره. اوكي هنمسك اول حاجه في التريتمنت بتاعنا يا دكاتره الفايتال بالب ثيرابي، هنتكلم عليها اول حاجه البالب كابينج بنوعيه اندايركت بالب كابينج والاندايركت بالب كابينج والدايركت بالب كابينج. الانديكيشنز بتاعتهم يا دكاتره بتدور في حاجتين، الحاجه اللي احنا قلنا عليها قبل كده الدايجنوزس، هنمسك الدايجنوزس نتكلم عنه بوينت بوينت، وهنتكلم على الستيج اوف توز ديفلوبمنت.
اول حاجه بالنسبه للدايجنوزس، ان بالنسبه اول حاجه الهيستوري اوف بين ما يبقاش الاصل عندي ان جايالي كيريس كافيتي ويز نو بين، الولد مش حاسس بحاجه، اوكي، او يا اما وجع بسيط جدا 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 مع مثلا مع الاكل، اوكي، مع الايتينج او مع ستيمولس وبيروح على طول، اوكي، لكن طبعا ما هوش بيعيط كتير، ما هوش بيزن كتير، الكلام ده معناه ان انا البالب irreversible bulb inflammation، وده ما ينفعنيش في الكابنج خالص. دي نقطة. النقطة التانية، اما اجي اعمل كلينيكال اكزامينيشن الاقيها فري، مفروض ما عندوش اي باثولوجيكال كونديشن تقول لي ان التوز دي في عندها مشكلة، ويبقى عندي في بالب انفلاميشن irreversible bulb inflammation، ان انا همسك حاجة حاجة وارجع للسلايدز اللي احنا قلناها، اشوف الفيجوال الاقي كل حاجه ان التوس نورمال كلر والجينجيفا كمان، البالبيشن مفيش بين مفيش سويلنج، الموبيليتي عندي اونلي فيسيولوجيكال موبيليتي، البركاشن ما عنديش اي بين وز بركاشن، يعني حاجه حاجه يا دكاتره. ومع بالاضافه كمان الليمف نود، انا عندي الليمف نود تبقى فريلي ومفهاش فريلي موبايل، وممكن ما تبقاش محسوسه اصلا، اوكي، وبس وما فيهاش بين. بالنسبه للفيتاليتي تيست يكون بوزيتيف. الراديوجرافيك اكزامينيشن، الحاجات اللي قلنا ان احنا بنبص عليها في الاكس راي وتقول لي ان التوز دي نون فايتال، ما تبقاش موجوده كلها، يبقى نورمال كلينيكال اند راديوجرافيك فايندينج يا دكاتره. دي نقطة الدياجنوز. بالنسبة للتوز ديفلوبمنت، لو نفتكر احنا قلنا الستيجز المختلفة، البالب كابنج انديكيتد اونلي في ستيج 1 اللي هو من ساعة التوز ايربت، اوكي، لحد ما الروت يقفل. ليه؟ عشان ان السيلز بتبقى بيلدينج سيلز تقدر تدافع عن نفسها، والريباراتيف باور عالي جدا. اوكي يا دكاترة، هنيجي نتكلم يا دكاترة على الاندايركت بالب كابينج. اوكي، ان انا هجيلي توس، اوكي، كيريس، هاجي اعمل اكسكافيشن لكيريس، اوكي، وهبص الاقي ان انا لو كملت اكسكافيشن هسيب اخر لير واحط فوقها كالسيوم هيدروكسيد، اوكي، فبالتالي الديفينيشن ابليكيشن اوف ميديكامنت اوفر ا ثين لير اوف ريمينينج كيريس دنتين افتر ديب اكسكافيشن ويز نو اكسبوجر للبالب. انا بعمل ليه اندايركت بالب كابينج؟ عشان اوقف الكيريز بروسيس، دي نقطه. النقطه التانية ان انا احافظ على الفيتاليتي بتاعه التوث، وادي فرصه للدنتين ان هو يبقى رياكشنري ويكون لي سكندري دنتين، اوكي، واللاير الخفيفه اللي انا سايباها دي السوفت هوايت دنتين، شروط الدنتين اللي انا سايباه يكون سوفت هوايت دنتين ان يحصل له ريمينراليزيشن، اوكي، فبالتالي زي ما قلت ايه، بحافظ على البالب فيتاليتي وان يحصل هيلينج. وقلنا الشروط بتاعتنا ايه، لازم ان التوس تكون في ستيج 1 يا دكاتره. الانديكيشن والكونترا انديكيشن احنا قلناهم، اوكي، قبل كده عن طريق الدايجنوزس، ودي بس ايه، مجرد ان هما مكتوبين. التكنيك بقى يا دكاتره، الدايركت والاندايركت بالب كابنج يا دكاتره، ده حاجه مش جديده عليكم، انتوا كلكم عملتوه قبل كده في البيرمننت تيث. ان انا عندي تو تكنيكس، يا اما ايذر تو ابوينتمنت تكنيك اور وان ابوينتمنت تكنيك، بس انا بنفضل الوان ابوينتمنت، نعمله في وان فيزيت بس، ما نعملوش على تو فيزيت. ان انا بفتح واشيل الكيرز وبحط كالسيوم هيدروكسيد وفوق البيز والفاينل ريستوريشن، اوكي، التو ابوينتمنت انا بعمله على تو فيزيت،
ان انا اول فيزيت بشيل الكاريز وبسيب اخر لاير، وبحط كالسيوم هيدروكسيد وبيز، وبعد كده بسيبه بعمل له فولو اب كلينيكال وراديوجرافيك لمده حوالي شهرين، يجي لي من حوالي 8 اسابيع، شهر ونص لشهرين. لقيت الولد كويس تمام، بشيل البيز، لا في التو ابوينتمنت بشيل البيز واشيل الكالسيوم هيدروكسيد لو موجود، واطمن ان السوفت وايت دنتين بقى ريمينرالايزد، واقوم اقفل تاني. وده طبعا حاجه مش لوجيك قوي في شغلنا، اوكي؟ فبنميل دايما ان احنا نعمل الوان فيزيت تكنيك. الماتيريالز المستخدمه اساسي كالسيوم هيدروكسيد والام تي اي، الزنك اوكسيد الجينول انا ما بفضلوش. الستبس بقى يا دكاتره بتاعت الاندايركت بالب كابنج انا قلتها سريع، وان شاء الله في السكشن هيقولوا لكم، والاهم شغلكم العملي اللي هو ايه اكتر حاجه بتثبت لكم المعلومه. ان انا عندي كيريز اهو، بروكسيمال كيريز، انا بفتح كلاس 2 والجزء القريب قوي من البالب بشيل الكيريز، وبسيب لير خفيفه جدا من الكيريز اللي انا لو شلتها هتعمل لي بالب اكسبوجر، اوكي؟ وبحط فوقها كالسيوم هيدروكسيد وفوقها بيز، وبعد كده بقفل في فاينل ريستوريشن. ده انا لو هعمل وان فيزيت تكنيك. وادي صور توضيحيه اخرى برضو لللايرز وكده، اوكي؟ وازاي اعمل ريموف الكيرز واللايرز اللي انا بحطها بعد كده. برضو بحط هنا الكالسيوم بحط كالسيوم هيدروكسايد، وبحط كده نوع بيز، وبعد كده فاينل ريستوريشن، ويفضل طبعا يكون ستانلي ستيل كراون. بالنسبه بقى للتكنيك التاني الدايركت بالب كابنج. الدايركت بالب كابنج يا دكاتره ده من الحاجات ان انا اوريدي وانا شغاله بشيل الكيريز، المفروض اكون عامله ايزوليشن كويس قوي سبيشالي بالرابر دام. ان انا دلوقتي بشيل الكيريز، اوكي؟ وحصل تروماتيك اكسبوجر، وحصل تروماتيك اكسبوجر ان انا عندي الكافيتي بقت كلين جدا ما فيهاش اي كيرز، اوكي؟ ولقيت عندي زي ما هي واضح كده من الصوره بين بوينت اكسبوجر. يعني ايه بين بوينت؟ معناها البروب ما يعديش، يا دوب البوز البروب بس يا دوب يقف عليه تمام، وما لاقيش في اي بليدنج او كده. بالاضافه ان اللي هنرجع للدايجنوزس ان التوث كلينيكال وراديوجرافيك فري ما فيهاش اي حاجه، وحصل وانا شغاله بين بوينت اكسبوجر وعامله ايزوليشن كويس قوي، وان التوز تبقى قلنا في ايه في ستيج 1. دي الانديكيشن دي بتاعت الدايركت بالب كابنج، ساعتها ابتدي اعمل دايركت بالب كابنج. الانديكيشن قلنا ان الهيستوري اوف بين ايه وكلينيكال اونلي ميكانيكال اكسبوجر سمول بين بوينت اكسبوجر، ده في البرايمري والبيرمنت، والتوست تبقى اسيمبتوماتيك وفايتال وريسنت وما عنديش اي مشاكل، قلنا لا كلينيكال ولا راديوجرافيك زي ما قلنا قبل كده، مش هنكرر كلامنا. حلو كده. والكونترا انديكيشن عكسهم بالظبط، ان انا عندي هيستوري الولد جاي بيصرخ ويصوت، ما بينامش او ما بيرتاحش الا بالمسكنات، عندي كيريس اكسبوجر ما هوش تروماتيك، الدامتر كبير من الاكسبوجر، والبليدنج طالع برفيوز ودارك، او في باص او فيسلا او سوي او باثولوجيكال موبيلتي، كل دي تقول لي طبعا مفيش كابنج، اوكي؟ ده الكلام العادي. طب في حاجه تخص البيدو قوي قوي قوي، ان هما في ستاديز كتيره قالوا ان الدايركت بالب كابنج في البرايمري تيس بتبقى في الاخر يحصل فيها فيلير، عشان كده بيقولوا انها كونترا انديكيشن، اوكي؟ ان كونترا انديكيشن ان انا اعمل دايركت بالب كابنج في البرايمري تيس، تمام يا دكاتره؟ ارجوكم ما تتلخبطوش. طب يا دكتوره احنا دلوقتي نعمل ولا ما نعملش دايركت بالب كابنج في البرايمري؟ نعمل في حاله واحده اللي هي مين؟
only اللي قلنا عليها وبنأكد عليها only recent eruption، التوث لسه طالعه ولسه الروت ما قفلش. ساعتها قلنا السيلز بتبقى عندي بلاد سبلاي عالي، عندي باور هيلينج عالي، اوكي. فبالتالي الحاله الوحيده للدايركت بالب كابنج في البرايمري تيس اونلي في فيز 1 يا دكاتره، عشان لما تلاقوا ناس تانية في جامعات تانية او في حتت تانية بيقولوا لا ما نعملش، تبقوا حتى عارفين ليه، ما ليه هما بيقولوا كده، تمام. طيب ايه بقى ايه هي الليميتيشن بتاعت الدايركت بالب كابنج في البرايمري تيس؟ ان الكيرز يا دكاتره في حد ذاته او الماتيريال كابنج ماتيريال بتبقى ممكن تعملي اريتيشن للبالب، تحولي الاندفرنشيتد ميزينكايمال سيلز تحولها لي الاودونتوكلاست، فبتديني انترنال ريزوربشن، اوكي. بالاضافه ان انا عندي الهاي سيلور كونتنت والبلاد سبلاي العالي بيسرع لي عمليه الانفلاميشن، يعني زي ما بيقولوا ايه سلاح ذو حدين، بيساعد لي انه يحصل هيلينج وفي نفس الوقت برضو ممكن يسرع لي عمليه الانفلاميشن، اوكي. عشان كده زي ما قلت لكم ناخد ستيج 1 اللي هي البيلدينج سيلز، تمام. وبيؤدي بقى لكالسيفيكيشن وكرونيك انفلاميشن ونكروز، اوكي. دي الليميتيشنز بتاعت الدايركت بالب كابنج، وبوضحها وبقولها تاني يا دكاتره، الدايركت بالب كابنج في البرايمري تيس اونلي في ستيج 1. التكنيك طبعا الطبيعي ان انا بعمل ايزوليشن انستيزيا وايزوليشن وريموف الكيرز، وبعمل طبعا زي الاندايركت من ناحيه الوولز الاول والبريفري قبل ما نجي ناحيه الفلور، اوكي. واذا لقيت بقى البين بوينت اكسبوجر هو حصل غصب عني وحواليه ساوند انتين، بعمل اريجيشن او بنظف بسالاين اللي هو مش اريتيتنج، وبعد كده بحط الكابنج ماتيريال بتاعتي اللي هو في الغالب كالسيوم هيدروكسيد دايكال بيز وكاتاليست، اوكي. وبعد كده بحط فوقه وبحطه فوق البيز، وبعد كده الفاينل ريستوريشن، ولازم انا اقفله في وان فيزيت يا دكاتره. الدايركت بالب كابنج لازم يتقفل في وان فيزيت يا دكاتره. الماتيريال بالظبط الحاجات قلنا اللي هي اللي تعمل لي ستيميليشن، الريباراتيف دنتين والسكندري دنتين اللي هو مينلي كالسيوم هيدروكسيد والام تي اي وبعض الحاجات التانية زي البورتلاند سيمنت. وشكرا يا دكاترة، كده خلصنا اول محاضرة اتناولنا فيها احنا ليه بحافظ على ليه بعمل بالب ثيرابي وليه بحافظ على البرايمري توز، وامتى الجأ للاكستراكشن، وامتى اعمل بالب ثيرابي، وبعد كده ايه انواع التريتمنت الكلاسيفيكيشن، وان انا انواع التريتمنت بتعتمد على الدياجنوزس وبيعتمد على التوث على الستيج اوف توث ديفلوبمنت. وبعد كده مسكنا اول حاجه في الفايتال بالب ثيرابي، مسكنا الكابنج بنوعيه الاندايركت والدايركت بالب كابنج. واي هوب ان انتوا تسمعوا المحاضره وتجمعوا لي الاسئله بتاعتكم، اوكي، وتبعتها لي عن طريق مقرر الدفعه بتاعكم، عشان ان شاء الله نجاوبها سوا اثناء الدسكشن بتاعنا. واشوفكم على خير ان شاء الله يا دكاتره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.